فبالتالي اللي هنا المواقف في هذه الحالة أصبحت واضحة تمام. الكلام الشعبي يدور يقول وين وليش ووين المواقف، وهي المواقف صارت بهذا الاتجاه. أكو خندقين، خندق ماشي مع هذا الخط وسوى سفارات وتطبيع، وخط آخر رافض. جت حرب غزة راح تكرس هذا الموضوع، يعني ما راح يصير التحام، ابو التطبيع ما راح يترك التطبيع، راح يكون ما راح يترك، يدعو اقل ما يدعو الى انه عدم قتل المدنيين، تهدئة، نروح الى على الاقل المسار اللي كان مقبول، مبادرة العربية اللي طرحت في قمة بيروت 2002 واللي كانت يعني تدعو الى حل الدولتين، اللي هي انسحاب إسرائيل إلى حدود 67، 4 حزيران 67، وعودة اللاجئين وغيرها. هذه المبادرة العربية ما تفعلت أو ما يعني دخلت هم في دهاليز المواقف الدولية، لكن هذه الأطراف اللي هي متبني هذا الخط الآن بدأت تدعو إلى هذا الموضوع. بقى خط المقاومة، هنا هو أمام مسألتين. إذا كان كدول مثلا تفتح جبهات حرب، راح ننتقل الآن من مسألة حرب بين قطاع غزة اللي هو مو دولة، وبين إسرائيل اللي هي بين قوسين يعني دولة بالعرف العالمي، احنا ما نعترف بها بس هي ضمن هذا السياق بين قوسين. إذا دخلت أطراف أخرى يعني فتحت جبهات أخرى راح تصير حرب شاملة. وهنا منطقيا عقلانيا ما مهيئ الوضع الإقليمي والدولي على حرب شاملة الآن.